حامل وعايزة تصومي رمضان، الأول اتأكدي من الطبيب المعالج إن ما عندكيش أي موانع للصيام، ولو هتصومي إحنا هنقولك في الفيديو ده القواعد العشرة الذهبية اللي تخليكي ما تحسيش بالصيام وتحافظي على صحتك وصحة البيبي. اشربي كميات مية كبيرة من الفطار للسحور، حوالي 10 أكواب، وتوزعيها على فترات. وجبة الفطار حاولي تكون متنوعة، فيها بروتين، كربوهيدرات، خضار، وقللي من الدهون. ابدأي فطارك بكوباية لبن أو تمر أو طبق شوربة. زودي بين الفطار والسحور وجبة صغيرة أو طبق سلطة أو فاكهة. أخري وجبة السحور على قد ما تقدري. كتري من الحاجات اللي فيها كالسيوم زي البيض واللبن والأكلات اللي فيها بروتين وحديد. حاولي تنامي متأخر وتصحي متأخر عشان ما تحسيش بطول فترة الصيام. ما تعمليش مجهود كبير خالص بالنهار. 7 حالات لو انتي حامل افطاري فيهم. لو حصلك انخفاض شديد في الضغط واعراض دوخة واغماء، لو حصل وحسيتي بانخفاض في السكر واعراضه ظهرت عليكي زي صداع شديد، عينك زغللت، او اجهاد عام. لو كنتي في اول 3 شهور وعندك اعراض زي قيء او نزول دم او دوخة. لو كان حملك مش مستقر، عندك مثلا نزيف متكرر من المشيمة او مرض مصاحب للحمل. لو كان عندك مرض مزمن زي سكر أو ضغط أو مشاكل في الكلى، افطري بقرار من الدكتور المعالج. لو بتعاني من تسمم حمل وبيبان في شكل ارتفاع ضغط الدم وورم في الإيدين والقدمين. في النهاية، لو كنت حامل في الشهور الأخيرة من الحمل، يفضل ما تصوميش خصوصا في نهار الصيف الطويل وارتفاع درجة الحرارة.